نريد أن نبدأ هذه المرحلة بعنوان هو التصالح. التصالح بين مؤسسات المعارضة، كان هناك بعض الخلافات البسيطة ستكون بداية هذا العمل وبداية هذه الحقبة، هي وحدة مؤسسات المعارضة، سواء رئاسة بالأحرى مؤسسة الائتلاف مع المؤسسات التي تتبعها الحكومة المؤقتة، الحرص، كل الحرص أن تكون علاقة الائتلاف علاقة داعمة للحكومة المؤقتة دون الدخول في أعمالها، سواء رئيس الحكومة أو الوزراء، هم من الكفاءات التي نثق بها جدا، لذلك سيجدون كل الدعم من الائتلاف دون التدخل في شؤونهم. هذا أيضا بالنسبة للمؤسسات الأخرى، العمل على وحدة الكلمة ووحدة المؤسسات، هذه هي المرحلة التي نريد أن نبدأها بهذا الشكل. لا نعلم ما تحمله الأيام لنا، لكن نحرص كل الحرص أن نسعى لتعزيز دور هذه المؤسسة ومكانتها، تعزيز العلاقات وإعادة علاقات المؤسسة بالدول الشقيقة والصديقة. نتمنى أن ننجح في هذه المهمة. هناك أيضا يعني مطالبة بإصلاح من أهلنا في الداخل، أيضا لا يمكن أن نتجاهل ذلك، سنسعى في هذا بإذن الله داخل هذه المؤسسة. إن كان من توتر فقد طويناه بالأمس، اليوم هذا يوم جديد، العلاقة بيننا وبين الحكومة علاقة ممتازة، ستشهدون في الأيام القادمة مدى صلابة وقوة هذه العلاقة. طبعا نحن ما في مشاكل، نحن بالفترة السابقة كان في هناك اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة وبعض الشخصيات من الائتلاف، لكن هي ما هي خلاف بين المؤسسات كانت، وحاليا صار في انتخابات جديدة وقيادة جديدة، والأستاذ سالم المصطفى تم انتخابه لرئيس الائتلاف بالإضافة إلى نوابه بالنسبة وبالإضافة إلى أعضاء الهيئة السياسية. نحن نتمنى هذا تكون بادرة خير وانطلاقة جديدة للائتلاف بالتنسيق، نحن الزراعة التنفيذي للائتلاف، وإن شاء الله في الأيام القادمة بتكون تشوفوا أنه ما كان في خلافات بين الحكومة والائتلاف، بالعكس في تكامل بيناتهم، لأنه كل واحد في له مهامه. نحن تنفيذيين، عملنا مع المجالس، مع الجيش الوطني، مع إدارة المحرر، وعمل الائتلاف هو عمل تمثيل سياسي لعلاقات دولية، التفاوض والتواصل المدار وجلب الدعم السياسي والمادي للحكومة السورية المؤقتة، وإن شاء الله في المستقبل القريب بتكون تشوفوا التكامل اللي بين الحكومة والائتلاف كمؤسسات. أساسا في السابق ما كان في أي خلافات، وإنما كانت خلافات مصطنعة من قبل بعض الشخصيات للسطو على كل شيء والسيطرة على كل شيء، والحمد لله هذا زال المشكلة، وحاليا الائتلاف والحكومة في علاقة تكاملية كل واحد من اختصاصه. طبعا نحن دائما على تواصل مع الائتلاف، اليوم نحن كنا تقريبا داخل السوري، نحن اليوم الوزراء كلهم كانوا موجودين بكل هيئة عامة، نحن بنقدم تقارير الحكومة، ما في أي شيء خلاف بين الحكومة والائتلاف كمؤسسات، وإنما كانت خلافات مصطنعة من بعض الشخصيات اللي موجودة بالائتلاف، والحمد لله زار هالشيء هذا، ونحن داعمين، ونحن جزء من القيادة الجديدة، ونحن زراعة تنفيذ الائتلاف، وإن شاء الله بده يكون انطلاقة جديدة لتصحيح مسار الائتلاف وتصحيح العلاقة الائتلاف بين مؤسساتها، الحكومة السورية المؤقتة، هيئة التفاوض، اللجنة الدستورية، إن شاء الله بدها ترجع أفضل من قبل بكثير، لأنه زال السبب.